الله أكبر. طيران الميت يقوم بغارة جوية على مدينة القوة 18/9/2012. هذا جزء بسيط جدا من الدمار الذي حل في المدينة. مدينة الصورة التابعة كثير الزور 18/9/2012. هذا المنزل الثاني الذي تعرضت له هذه المدينة. الله أكبر الله أكبر. براميل KMT تقع على المدينة وتخلف عدد كبير من الضحايا. الله أكبر. في مدينة الصور 18/9/2012. انظروا يا مسلمين، انظروا يا عرب، يوما بعد يوم مجازة مستمرة في دير الزور مدينة وريفا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.